يا منتظة نعم لو تحب تفسري عندك ساعتين يخبع عامل أخرى أقل عام تانا جزاك تفرع عوالم الأخير لازم يسيروا حاجات ما يسيروش في العالم تانا ريت الجهاز هذا ريت في العالم تم أبعاد متعددة وغير محدودة وكل بعد منها يمثل دي بوسيبيليتي كبار نجمو بالجهاز هذايا نوصلوا البعد منها لو كان انت خليتني نخدم رايز طيب فهمتني لو سمحت ثم بعد يلعب عبد الله زي سته معدل ممكن نمشي معك اكل ثم بعد في منتخبنا يلعب بجوينتا ونفحوا كما الشعوب الاخرى بوسيبل طيب بوسيبل بوسيبل انت فما بعد في اسرائيل دوله كانش بتكربتي مش كل حاجه بوسيبل مش يا ربي تنجم تفسرني عليه مقيمني من النوم تحكي لي حكايه بتحب نحكيها لحد اسمعك ساعه الحمد لله عليك يزيد شو تحب تعيش احسن عيشه تشوف عزيز تطير لك مخك فماش حاجه تغير لك مخك قتل بيامه بتاع البوزه ده فرج وش بطريقه شاب يا يوسف لازم نركز معاك يظهر لي كان حساباتي صحيحة نجمت نلقى طريقة تخلينا نتعديو الحواجز اللي بيننا وبين العالم الآخر عن طريق بويضة يصنعها الجهاز هذايا الفتحة متاع السماكين فهمتني؟ فهمنا اللي زي حكاية من اختراعات ممكن شو ربي يفسرني بالعرض وآخر كان نركبوا على بلاد الخير وردوا بيننا نعملوا نجموا قدم الوسط فارغ تيما يسوك الأرض أنا اسمي الأزرق وجيت عبر صفر طويل من كوكب زهرة أنا يدي صفاق وليد من جديد لا يدي مين من زهرة أنا كنت حملين بصفاق صفاق ويدي عشيري يقسم بالله الأزرق إذا يمشي هو مش عشيري برشا هو قلت عليه جيت لهني أنا جيت شنوطد العلاقات بين المجاري الفضائية وكوكبكم وكبتيت نوع من الذكية في البلاصة هذه نوع من الذكية تقصد كيها بورتاي ديمونسونيل مثلا اي رجع حسب نشوف الرجل هذا هو اللي بلغ نسبة الذكية اللي حشتي بها وحل بورتاي ديمونسونيل يا البوس دار اللي لقينا شكون افهم منك يا البوس والله عندك الحق وانا جي عملت دراسة على الكوكب نتاعكم وبالاخص البلاد هذه فقط لي عندكم برشا قدرات ذهنية نجمو نستغلوها ايه ذولي غلط النوم صح على شنو تحكي عن النفاق والغشة اسمعني الكلام اللي نقول فيه نفيدة الارض نتاعكم انا جيت لوج على فرصة باش الكوكب نتاعكم يقرب لعالم النظام الشمسي ما فماش فرصة اخرى نوطوا العلاقات الخارجية ونقربوا ثقافتنا
ما نجموش نزيدو نقربوا لبعضنا اكثر. زولي صاحبي ما عنديش كون. اذا حكيتو فارغه الاولاد بلي هاي نمشي ولا استنيه استنيه ما يفديو عزك كيما بحيا فيهم كيما يقول البوز قيد العيد هذاك فاي فاي دك 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 يا تي بشوية صاحبي راك خويا اللي ما قلتلوش عشرة دقايق راك يا صاحبي انت ماكش عشيري مادام تضحك على اي حاجة نعملها ولا نقولها ما تستحقوش سك الارض حتى فرصة مادام تضحكوا على اي حاجة غريبة تشوفوها يا تي بشوية سيس اعصابك صاحبي وسع بالك خوي برد دمك شوية سيس روح قلتم وين امشي من يقصر تاني شايف شو استعملت لك؟ قلت لك ليه؟ حطوا فيها منور. حبسي قايو. توصي حاجة من العطاي يجيب لك مع عطاي شا صاي شاك عطاي مش ليس يما يوح اكستياتي يا يستي ما تفشت استرغي